كمان كان في مشهد تاني مشاهدينا لازم نشوف ونقف عنده، كيف تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قاطع شاب وقف وقاطع الجلسة الحوارية لمنتدى شباب العالم وطلب الحديث. وفي كلامه قال لسيادة الرئيس أنا زويل التاني، استدعاه الرئيس وقال له إحنا عاملين الكلام ده كله علشان كل شباب مصر وشباب العالم يتكلموا. تعالوا نشوف الموقف ده بالكامل، أعرضوه لنا يا شباب. لكن قبل ما نختم، حاضر. طيب أنت زويل التاني، طب ممكن تبعت لنا من فضلك. ممكن حضرتك تكتب لنا اللي عايز تقوله وتقوم تقوله في الجزء الثاني من الجلسة؟ بشكرك. صراع باسم الإنسان. طيب بشكرك من غير انفعال. احنا هناخد كمان، عايز افكركم يا جماعة انه في الجزء، طيب بشكرك بشكرك، احنا بنقول لك هنسمعها. بشكرك. باقي الشباب يا جماعه اللي كمان طلبوا اسئله، عندنا مجموعه كبيره من الاسئله في الجزء الثاني من الجلسه، هنستكمل الاستماع ليه. من فضلك في اداب للحوار، من فضلك ده مش مقبول. اكتب لنا حضرتك وتكون ليك مشاركه في الجلسه الثانيه، بستاذنك. سياده الرئيس عندك اي تعقيب قبل ما نختم الجلسه؟ طب تعالى لو سمحت، تعالى أوه. تعالى تعالى. تعال اتفضل اتفضل تعال. الرئيس ده بحظك مش سامع. انا هستأذنكم، مش هنحولها. بستأذنكم مش هنحول الجلسه لصيحات وهتافات، مش لعدم قدرتنا على الرد، لكن لانه ده مش شكل متحضر ابدا لاداره الحوار. فبستأذنكم مش هنعمل. اتفضل تعال تعال. الرئيس بس هيسمع للشاب. انا عايز اقول لك احنا عاملين الكلام ده كله عشان كل شباب مصر وشباب العالم. انا خلي بالك بس، انا مش بكلم في الحب دلوقتي. انا بس عايز اقول لك ايه، احنا بنعبر عن نفسنا، بنعبر عن نفسنا، وكل اللي احنا بنتكلم بيه والطريقه اللي بنتكلم بيها ناس بتشوفها وبتحكم علينا بيها. فانا عشان كده بقول لك تعالى وقول اللي انت عايزه. تعال. أنا آسف جدا يا جماعة. أهلا بيكم في منتدى شباب العالم. أهلا بسمو الأمير حسن. أنا عالم مصر يا فندم، وثلاث سنين شغالين من الكفاح على مرض الفشل الكلوي. وعملنا كلية اصطناعية قابلة للزراعة في جسم الإنسان. من النهاردة مفيش فشل كلوي تاني. السبب في كده إن والدي توفى من ثلاث سنين بالمرض ده، وأنا من يومها خدته عدو ليا واشتغلت عليه بكل الطرق، ما بين أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث وكلية صيدلة وكلية طب، وإحنا شغالين. شكرا. عايزين نوصل صوتنا. أنا ممكن أستأذنك؟ شكرا. أنا يعني سيادة الرئيس قال لي مشكلة شخصية. أنا عارف يا فندم، ده انا فاهم ان ده مش موضوع الحاجه ان احنا بنتكلم في العلم، ولكن العلم ثقافه لما ينتقل من دوله لدوله. خمس دقائق يا فندم تقرير كنا حابين نعرضه من امبارح، ولكن ما قدرناش نوصل. خمس دقائق بنتكلم فيهم عن قد ايه مصر، قد ايه العالم هيشوف مصر وهي بتحارب مرض عظيم زي ده. مصر في الاسطوانه دي. بشكرك. ارجوكم نسمعها. بشكرك. ونتفرج على قد ايه مصر بتوصل. بشكرك. والشباب موجودين والورلد جاست اي ام هير. طيب احنا بنشكركم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا سياده الرئيس على انك اعطيت هذه الفرصه.